نسمع فيك تبرح 390، شو هو 390؟ 390 دينار، 390 بياجو 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 سي او مالا مسروقة عجبكش زاد رخيصة خاطر بالعة الدنيا الدنيا مين؟ الدنيا بالعة ولا هي بالعة؟ هي خطاها مش بالعة، تونس تونس ميتة بالعة بالعة على الاخر، وصح صح عليهم العشرة الكبرى ضروها تونس، تفهم فيا؟ يا حسرة كانت تونس، الله يرحم سيد العابدين بن علي. خدم هنا الموتور، خدم هنا خلينا نشوفه. 390 شبيه يا بابا خدمتش يا ولدي ليسونس، هي تونس تخدم، هاي راكده مع تونس هي عجبكش الكل نضربوا في النوم، تانا مازلت الخمط نسانس الخمط ستة نتاع الصباح نقصد ربي، هاني جاي مع العشرة الراقد كنا راقدين ريتا تونس كلها راقدة، معناتها هي الموتور راقدة كي حال تونس هكا كانك حاضر توامة ريت حال الموتور راقدة وحال تونس توامة، هما توامة هذه تونس توامة، معناتها توا هذه تونس جيت تخدم فيها ما خدمتش وهي خدمة تونس مش هي تخدم تضحك اضحك خويا اضحك صح عليك. الموتور هذه شو للبيع ولا شنو؟ 900 دينار 900 دينار هي غالية 900 دينار بلا فلوس تخلص ديوانها مليون هاي زيني لا يفضحوني. هذا يا خويا سكارابيو 2013 هذا للزوالي ب 1900 100 كارتون 2013 كابل اس بي مفتاح دوريجين باليج اخويا كل شيء دوريجين كانت تلفزيونات خويا نتاعها انا مركبها من تونس هاك تشوف فيها مصلي على النبي نظيفه عجالي خويا باتون هاك نظيفه هذا نيترو نيترو اللباس هذايا 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 نيترو بزوزو 600 زوزو 600 وقبل النقاش صلي على النبي هاك تشوف مني سلعة البرة راهو بالبريد بكل شيء سلعة البرة ذوق زينو كل شيء مارش هذا يا خويا سكارابيو سكارابيو بزوزو 8 ستيم دالارم كل شيء دوريجين ستيم دالارم بلوك سيكوريتي ستيم دالارم تاعها كيفاش يخدم ستيم دالارم تاعها بالكوموند بالكوموند دوريجين تاع الدار دار ياماها بلوكو فيتو راه ها هما بلوك ها هما فتحها خدم من بعيد ناحية مفتاح هربت عليك ولا قطعت مثل على السكيورتي تعمل له اوكي سكيورتي كل كرهبة فلسة تسكت على روحك ريتا وشو على ربي حارك سبيبة عنا النيترو هذية النيترو هذية بزوزو 800 للزوالي رانا نحنا عنا راموس عنا اسوامات رانا نبيعو راه كي يجينا مواطن يحب يشري يجينا مواطن راه يحب يشري رانا نبيعو له يجرب يجيب معاه ميكان سيان سيكليست مرحبا بيه ما نربحوش فيه ما نربحوش فيه ما نربحوش فيه مبروك عليه هاك شوف لو فوتويت هذوما لونسيان لو فوتويت هذوما جو البارح لو فوتويت ب 300 300 بالسيبورات وحاجه نظيفه وحاجه باكو هاك تشوف فيه كل شيء دوريجين كل شيء دوريجين فرج عجالي مشلا هاك تشوفوا في السلعه والله مصلي على النبي تو السوق راه فيه بيوع وشري تو هاك شفت كورونا تو فهمت الدنيا كاسده شويه والله ان شاء الله ربي حارك سبيبها نحن ديوانا هنا مشكلتنا ديوانا غالي تو تو واحد كي يجيب من غاديكا مثلا من فرنسا من ايطاليا من بلجيكا من كل شيء معناها ديوانا هنا تغلي عليك قد باش تبيع قد باش تاخو فهمت وحط ترونسبورك وحط كل شيء معناها حط بي ام تاعك كل شيء مشكلتنا نحن هنا ديوانا غاليه نحن ماذا بينا خويا رخصونا في الديوانا خلينا ندخلوا سلعه فما بيع وشراء تو بحكم الشتاء العباد من زاد فما اقبال كبير على الموتورات ولا ما فماش قليل قليل تو قليل الدنيا كاسده كورونا عملت فينا خويا
عملت فينا اخويا معناها الدنيا معناها فما حد شيء بوسيليتي باش تخدم مثلا تدبر راسك معناها حتى في الشتيه ولا في الصيف ما فماش. تو الشهر باش يخلص يخبي فلوس يقول تو شي موتور نحطهم. فهمت كيفاش؟ سامحني انت موكي ترخصوا توما شويه في الموتورات، خاطر برشا عباد يحكي يقول لك موتورات غاليين على الاخر، ترخصوا في الموتورات المواطن يشري. عارفين نحن نعذروا المواطن خليه يشري نحن ما فما حتى مشكل معناه. مشكلة نحن ديوانها غالية، مشكلة ديوان قد ايش تشريه الموتور قد ايش تبيعها باش نبيعوه بالخسارة، باش نبيعوه بالخسارة اللي يخلص ما يخلي معناها نحن ما نجوش نبيعوه بالخسارة. فهمت كيفاش؟ سامحني شو شري موتور انت تو يجيبها واحد من فرنسا مثلا يخلص عليه ديوانها مليون وعشرين، سامحني قد ايش تبيعها؟ تضربها انت فوا تروا تاخذها من غاديك 620 يورو قول 500 يورو وضربها من فوا تروا قد ايش تبيعها لهنا؟ مشكلة تو فما خوي فما هنا عباد تنظف وتقد وتبرقش كذا ويبيع وفما اللباس اللي يشري فما اللي ياخذ بثلاث ملايين فما اللي ياخذ بزوز ملايين فما اللي ياخذ معناه موتور فهمت فما اللي ياخذ باربع ملايين تو لو فيتو وسط باربع ملايين ونص يا عليه نحكي لوجيك صحيبي حق كرهبة ذي تكلمنا نحن تكلمنا عملنا اعتصامات تكلمنا كل شيء ما فما حتى موضوع قال لك ليه ديوانة هذي مريت من العام الجاي 2021 تقيم شي وردوها مليون ونص ديوان نحن السوق اكسو فيه مصلي عني بيه سوق ما كان السوق هذي كان يا حسرة على السوق 5 سنين التالي 6 سنين التالي كانت عبيد ما تنجمش تتعدى في السوق تو اكشوف السوق معناها اكشوف الطورات فارغ معناتها تو ما عادش فما اقبال على السوق قليل تو في الشهر تبيع شي موتور زي موتورات تقول يا ربك الحمد وديما نحمدوا ربي ونشكروه نحن ما عندنا حتى شيء نحن ما عندنا حتى مشكله مع حتى واحد نحن نكلموا خويا الدوله خويا تخسرنا في الديوان ما حاسين سامحني السوام الموتورات اللي عندك وانت تتراوح من قداش لقداش؟ السوام اللي عندي خويا في باكو راه في جديد سلعة البرة ويعرفوني العباد الكل نخدم سلعة البرة بين ثلاثة ونص بين الأربعة فهمت هذاك السوامات هذاك معناه السلعة راهي نظيفة. أمك تعرف توا مع الظروف خويا اللي فيها توا كتشوف معناتها البلاد معناتها خويا الناس الكل اللي عنده دور مستحفظ عليه ما مش كيما قبل الخدمة معناتها دور الدولاب وناس تخرج فلوسها ما تخافش فهمتني وفهمتني ولا معناتها فما اقبال ولا ما مش كيما قبل خويا العزيز قبل فهمت ولا فما العباد طابت تشري موتورات شتاء صيف ربيع كل شيء تخدم توا هاك تشوف معناتها ان شاء الله فتره بالطبيعة خويا هاني قلت لك اللي عنده فلوس خويا مخبيهم مستحفظ عليهم توا فهمتني هذيك هي يلقى مواطن باش يصرف خويا وكذا يخلي فلوس في طرف فلوس في جيبه في مكتوبه ومن بعد يقول لك تو جي الموتور فهمتني ولا اللي هو تعرف ظروف ان شاء الله صعيبه وربي يسهل نخرجوا منها. سامعني شو تحب تقول للعباد اللي يقولوا مصر فيه كله غشه ويغش الموتورات ولا الغشه بارتو خويا نجم حتى هنا نمشي ما نعرفش انا وين خويا في سامحني معناتها حتى في تمشي للسعوديه تتغش خويا. هاي بلاد فهمتني ولا كلها فهمتني ولا خويا معناتها عباد يقول لك فما فيهاش غشه هاي بلاصه فيها الغشه خويا كل واحد بضميره كل واحد كيفاش يحب ياكل خبز توره فما اللي يحب ياكلها خويا بحلال وفما اللي يحب ربي يهديه وربي يتوب عليه انا شو نقول لك خويا فهمتني وهذيك هي راه هاي موتور ساعات حاجه تعدى عليك راه مش ناس كل راه تفهم وكذا فهمتني ونعيش ونتعلم الدنيا تجارب هذيك هي.